arabic.com/مراهقتي. مرحبا بكم مشاهدينا إلى ترندنج لهذا اليوم. دعونا نذهب إلى العناوين. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يعلن عن وصوله لأوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية. ما السبب وراء تعثر مفاوضات عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي؟ بطل الإسكواش المصري علي فرج يتضامن مع القضية الفلسطينية ومغردون يلقبونه بفخر العرب. الشرطة الإماراتية تلقي القبض على مثيري شغب بعد مباراة فريقي الوحدة والعين لكرة القدم. الوقت الذي يدخل فيه الروس والأوكرانيون جولة رابعة اليوم من المفاوضات، ما زالت مدن أوكرانية عدة تحت القصف المتواصل، ومزيد من المدنيين يفرون من القتال في وقت شن فيه الطيران الروسي قصفا على مناطق قرب العاصمة كييف. تتواصل مشاهدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لليوم 19 على التوالي، معارك ضارية على جبهات في الجنوب والشرق قرب العاصمة كييف أيضا التي باتت شبه مطوقة. لكن التطور الأبرز ميدانيا والذي خلف ردود فعل واسعة في العواصم الغربية هو قصف الجيش الروسي لقاعدة عسكرية غربية أوكرانيا قريبة من حدود بولندا، تحديدا في مدينة يافوريف، وقتل فيها نحو 35 شخصا. تقول موسكو إنها لتدريب المقاتلين الأجانب واستقبال السلاح والذخيرة من الدول الأوروبية والغربية. حتى صباح اليوم هناك أنباء عن تواصل القتال شمالية العاصمة كييف بين قوات الجيش الروسي والجيش الأوكراني. لا يعرف لحد الآن حجم الخسائر البشرية من الطرفين خلال هذه المواجهات المستمرة. القصف على قاعدة يافوريف عد تهديدا لحلف الشمال الأطلسي. جاء هذا على لسان المسؤولين البولنديين، من بينهم نائب وزير الخارجية بارسين بارزيادكس الذي اعتبر الصواريخ الروسية على القاعدة قرب حدود بلاده هي محاولة لتهديد حلف الناتو، وأن هذا الاعتداء يجعل بولندا والدول المجاورة لها مهددة.